انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مؤسسة راعي مصر تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وذلك في الوحدة الصحية بقرية رأس الحكمة بمحافظة مطروح. ضمت القافلة 5 تخصصات طبية هي البطنة والعظام والأطفال والجلدية والرمد لتقديم الخدمات الطبية للأهالي بالمجان وتخفيف العبء عليهم. عندنا اكتر من 21 عربيه في كل محافظات الجمهوريه من اول الاسكندريه لغايه اسوان، منتشرين في كل القرى للاطمئنان على صحه اهالينا الاكثر احتياجا اللي محتاجين الخدمه الصحيه اللي نقدر فعلا نوفرها لهم من خلال العلاج المجاني ومن خلال الخدمه المجانيه اللي احنا بنقدر نقدمها لهم كمؤسسه راعي مصر. نتمنى وان ان شاء الله القافله دي تتكرر مره ثانية، ونشكر سيادة الرئيس جمهورية مصر العربية. الحمد لله الذي يعيش من علينا ورزقنا بالقافلة الطبية هذه لرأس الحكمة. صراحة بنشكر الدولة أنها بتهتم بالناس وبتهتم بأولادنا وأطفالنا وتوفر لهم المساعدات في الأماكن الصحراوية اللي زي دي. أنا جيت كشفت في القافلة الطبية، والقافلة الطبية قدمت خدمة بشكل مجاني للأهالي. شكرا للدولة والرئيس السيسي على اهتمامه بأبناء الصحراء الغربية.